السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهاردة يا جماعة انا عامله لكم علشان الناس اللي خايفة تدخل انواع طيور على بعضيها. قدامكم الفيديو يا جماعة، مفيهوش اي حاجة، بسم الله ما شاء الله، كذا نوع طيور مع بعض، يعني فراغ بلدي على فراغ فيومي على بط مسكوفي، بسم الله ما شاء الله، وز هناك في الاخر اهو، ورومي. مفيش اي حاجة يا جماعة ما شاء الله، بس انتوا ما تخلوش الفراخ او الطيور تخش على بعضيها كده فجأة، ولازم ان يكون الطيور مقربين لسن بعض، يعني ما تجيبش حاجة عمر شهر على حج على نوع طيور تاني عمر 6 شهور مثلا او سنة، ده غلط في حد ذاته. الطيور دي يا جماعه انا مربيها مع بعضيها، يعني مش كلهم مع بعض صراحه، يعني مثلا جبت الفراخ الجميزي ديت، كانت الفراخ البلدي ديت عندي من الاول، وبعدين جبت الفراخ الجميزي ديت او الفيومي، ربيتهم في مكان تاني، وبعد كده لما بداوا يكبروا شويه كده فحطيتهم ايه مع بعض مع بقيه الطيور. اول يوم لقيتهم بيضربوا بعض وده الطبيعي، وتاني يوم نفس النظام، بس انا كان كل شوية ابص عليهم علشان ما يحصلش اي حاجة. بس انتوا اول ما تدخلوا شيرو على بعضيها لازم ان تحطوا مضاد حيوي 3 ايام في المية ليهم كلهم، علشان لو في حاجة يا قدر الله تعبانة سواء من الطير اللي هتدخليه على الطير التاني، ان شاء الله من يعني رب ما نجيبش حاجة وحشة، ان شاء الله ما يحصلش اي حاجة. الرومي ده يا جماعة بسم الله ما شاء الله عندي بقاله 8 شهور، دول دكرين، فيهم دكر هدبحه وفيهم دكر تاني هسيبه. النتاية بتاعته بسم الله ما شاء الله رقد عندي. اول ما هتطلع انا هوري لكم الكراكيت بتاعتها الصغيرة، هي مطلعة عندي قبل كده من شهر، وطبعا هي ملحقتش تبيض تاني، هي بتقعد حوالي فترة شهر تربي عنقود وبعد كده بتبتدي تبيض تاني. بس انا عشان هي رقدت عندي قبل كده على الرومي بتاعها وطلعت، فانا حبيت استغل الوقت، رحت حطلها بيض بط على بيض فراخ، وما شاء الله دلوقتي هي مطلعة بيض الفراخ، وكمان يوم او اتنين هتطلع بيض البط برضو، بط مسكوفي. ان شاء الله اول ما هتطلع انا هوريكو الكتاكيت اللي طالعين من تحتها شكلهم عامل ازاي. وبعد ما تطلع ان شاء الله هدخلها تاني للدكر، وبعدها ان شاء الله بفترة كده هتبتدي تبيض تاني، هوريكو برضو. الوز ده يا جماعه لسه شمرت، ما لسه ما عندي ما بطش ولا طلع اي حاجه، لسه عمره 4 شهور ونص بس، وان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو عنه اقول لكم بيتربى ازاي، وهو من كبير لحد ما يكبر بتعملي معاه ايه. الدكر مسكوفي ده يا جماعه بسم الله ما شاء الله معدي 8 كيلو، البط المسكوفي جميل جدا في الوزن، والبطة الرومي راكد على البط بتاع ده، الرومي اللي راكد على البط او على البيض بتاع الكسر بتاعه من الذكر ده، يعني بسم الله ما شاء الله اللي هيطلع هيطلع ذكر، اللي هيطلع بط مسكوفي. هما خايفين وانا ما شاء الله عليهم. ونرجع تاني لموضوع الطيور على بعضيها، ما ينفعش ندخل طيور على طير غير لما يكون حاطين في الميه مضاد حيوي 3 ايام، لو ما عندكش مضاد حيوي ممكن تعملي توم وليمون، تدقي توم او تخلطيه في خلاط مع ليمون وتحطه لهم لمدة 3 ايام، التوم والليمون برضو مضاد حيوي وجميل جدا عشان ما يحصلش اي مشاكل ان شاء الله. وده كان موضوع الفيديو بتاع النهاردة، ياريت اللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك ويعمل لايك عشان يوصل له مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.